يا ابو علي يا دودو يا دودو يا بطوطه في ايه؟ هما تهروا كده ليه؟ تهروا قوي مش يمكن بيتفسحوا ولا حاجه؟ لا انا هيشفى عليهم قوي يا عم الساحر انت يا اللي بتاع اللحظات ما تشوف لنا بنوب فين وتوتي فين؟ ايوه ايه حد بينادي؟ لا مفيش حد بينادي لك يا حبيبي يا دودو هدي يا عم سين يا سين ايوه بطوط شوف لنا بيبو فين وحياة ابوك استنى ركز شويه شوف هو فين وماله ركز يا حبيبي مش عيب ركز يا بابا طيب هو كويس سيبيه يركز يا بطوطه بدل ما اجي اديله على قفاه تديله على قفاه ليه يعني؟ عشان اخليك تركز يا حبيبي اكتر واكتر يا دودو استنى بقى استنى شويه استنوا كده ايوه هو انت خرجت رحت في مكان في ميه ولا حاجه يا لؤي يا عم هو بيخرجني اصلا هو انت بتكذب يا لؤي بتكذب عمري في حياتي ما رحت مكان في ميه كذاب كذاب طب استنى كده يا بطوطه ثواني انا اعرف لك ابو لؤي كانوا فين ايه ده ايه ده انت شفت ايه شفت ايه شفت ليلو وبيبو في المايه وبيعوموا مع بعض ليه بس الفضايح دي يا نجم ده انا قلت عليك كويس وحلو ليه بس تفضحني ده كان زمان ايوه عشان انت بتكذب والكذب دي حاجه وحشه جدا والكذب اصلا طبعا خوف المهم بيبو فين بيبو فين ما شفتوش خالص غير في المايه مع لولو بس لولو بيقول الكلام ده قديم قوي اوف بقى فين بيبو انا عايز فاضي قوي يا رب انا عايز يا بيبو يا رب هو توتي يا رب والطفل كمان اما قول لي يا برنس هو انت عرفت منين ان كنت مع بيبو في المايه دي موهبه موهبه يا حبي موهبه الموهبه بيبو فين فين بيبو مسافرة يا توتي اه كانت مسافرة من زمان قوي وبقالي كتير خالص ما شفتهاش ونفسي اشوفها ممكن يا توتي كفاية كده بقى ونقوم يلا نمشي اوكي باي 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 يا توتي بس هو ممكن ابقى اشوفك بكرة يا جماعة بتقول لك ما شافتش جدتها من سنين صورها بكرة او بعده شوفها تاني لا لا انا مش هقدر عايز اشوفها تاني حاضر هخليك تشوفها بعد مني صدقني بجد يا بنات بجد يا بيبو طبعا يا توتي مش انتوا صحاب وهو طلع فعلا حد جدع قوي كويس شكرا يا بنات وخليني اشوفك تاني ويا ريت يا توتي ما تعيطيش تاني لما شفتك اول مره كنت بتعيطي مفيش حاجه تخليكي تعيطي افرحي دايما شفتي يا توتي نفس الكلام بتاعي هو نفس الكلام بتاعه الحاجات اللي ضاعت هتيجي وراها اضعاف كتيره والحاجات اللي ضاعت منك يا توتي ربنا هيجيبها لك تاني فعلا الفرح بيكسر الحزن والاكتئاب بس عشان في حاجه ضاعت مني مهمه جدا حتى لو كانت مهمه جدا ربنا هيجيبها لك ايه الحزن ده والفرح ايه؟ انا مش فاهم منكم اي حاجة يا هولي يلا بينا نمشي خلينا اشوفك تاني يا توتي اوكي؟ مش تنسي هحاول اجي لو ما جيتش بكرة ممكن بعد بكرة علشان تيتا ممكن تاخدي مني الهدية دي؟ ايه؟ هدية ايه؟ ثواني ايه ده؟ بمناسبة ايه؟ بمناسبة اننا بقينا اصحاب وانا حاسس سوء تفاهم في موضوع الموبايل ده ممكن تقبليها مني؟ بيبو مفيش مشكلة هاتيها مرسي اقولك يلا بقى يا توتي يا توتي يا او يلا يا بيبو باي باي اقولك باي باي بيبو الشخص ده حلو قوي ايوه يا توتي هو شخص امين جدا وهو من كلامه فعلا جاب لنا تليفون وانا بصراحة استريحت له لأول مرة اشوف حد كده شاطر وحلو وجميل كمان وجاب لي هدية حلوة استنى كده اشوف ايه في الهدية ازيك اقولك انا كويس كويس اه ممكن تقولي الناس على حاجه ايه لو عجبهم الفيديو اه لو عجبكم الفيديو الحلقه يعني الحلقه اه لو عجبكم الحلقه اعملوا ان لايك ومشاركه شير اه وما تنسوش رايكم في التعليقات ده رايكم كمان يهمني جدا اه وعلى القناه على اليوتيوب اسمها بنوف فليكس ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس اه يلا سلام باي الحلقه حلوه هم يقولوا لنا